نعم محمد، يعني أولا هذه العملية التي سميت ب التي تم تنفيذها يوم أمس جاءت بعد ساعات فقط من مناورة عسكرية شهدتها العاصمة صنعاء وحملت اسم طوفان الأقصى، ويبدو أنها كانت تريد إرسال رسالة في هذا الاتجاه بأن العملية العسكرية التي نفذت باتجاه إسرائيل قادمة، وفعلا نفذت يوم أمس، ولكن الصور بثت اليوم، وكما هو واضح من هذه الصور فإن هناك يعني صواريخ مجنحة وباليستية ودفعة كبيرة من الطائرات المسيرة. هذه العملية هي الثالثة وفقا للمتحدث العسكري هنا في صنعاء يحيى سريع، ولكنها الأكبر منذ بدأ العدوان على غزة. وبالنسبة لتصريحات جماعة أنصار الله هنا، فوفقا للمتحدث العسكري أيضا ووفقا للجماعة في تصريحات رسمية، فإن هناك على ما يبدو عمليات ستنفذ خلال الأيام القادمة. فقد توعدت الجماعة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بأن الصمت تجاه ما يجري في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن يدوم طويلا، وأن المشاركة في نعم خليل، هذه العمليات أو من مثل هذه العمليات نصرة للأشقاء في نعم. غزة.